نبدأ حلقتنا مباشرة بالحديث عن إطلاق المجلس القومي للمرأة ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في دورته الثانية، معرض المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية اللي بينظمه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي. المعرض بيقام خلال الفترة ما بين 7 وحتى 24 أغسطس من 6 مساء وحتى 2 صباحا بمنطقة المعارض بالعالمين الجديدة، وبيضم مجموعة كبيرة من المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية، بيشارك فيها 76 عارض من الأسر المنتجة بجانب مشاركة 21 من رائدات الأعمال بهدف توفير فرص تسويقية لمشروعاتهم الحرفية. للحديث أكثر والنقاش انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة مي محمود، مديرة مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة. أهلا ومرحبا بك معنا أستاذة مي، وأسألك مباشرة، دي طبعا المرة الأولى لمشاركة معرض تنمية الأسرة المصرية في مهرجان العالمين، كلمينا عن هذه المشاركة. يعني احنا سعداء بالتمثيل مشروع تنمية الأسرة المصرية بمعرض يكون فرصة لتسويق المنتجات اللي احنا شغالين عليها مع السيدات على مستوى 20 محافظة في خلال السنتين ونص اللي فاتوا. كنا طبعا يعني طول ما احنا بندرب احنا بندور على فرص تسويق وتشبيك مع الجهات المختلفة وتشبيكهم بالجهات اللي ممكن تاخد منهم اوردرات علشان يبقى تدريب وتسويق مع بعض. بس ده اول معرض يمثل كل المحافظات والمشروعات اللي طلعت من ذلك المشروع، وضمينا كمان رائدات اعمال برضو معانا برضو على طول المشوار، بحيث ان هو يبقى فرصه لكل السيدات ورائدات الاعمال ان هم يستفيدوا في مكان يعني يكونوا يبقى في فرصه يعني جيده ان هم كمان يبقوا واقفين بنفسهم وشايفين المنتج بتاعهم وهو الناس يعني بيعلقوا طيب عليه. عظيم. خليني اسالك استاذه مي، طبعا في جناح خاص في المعرض لمبادره نوره اللي اطلقها المجلس القومي للمراه برعايه السيده الاولى انصار السيسي حرم رئيس الجمهوريه، وجناح خاص ايضا لبرنامج الشمول المالي بيتضمن انشطه للتعريف ببرنامج الادخار والاقراض الرقمي تحويشه في منطقه العاب للاطفال. كلمينا عن الاجنحه الخاصه بمعرض المشروع القومي لتنميه الاسره المصريه. احنا يعني فكرنا ان خلال المعرض ده هنقدم ونعرض الخدمات اللي المجلس والوزارة بيقدموها، فمن ضمنها زي ما حضرتك ذكرتي مبادرة نورة، فاحنا عاملين زي كورنر كده للأطفال بيتعلموا فيه بعض الحرف اليدوية وفي نفس الوقت بيتعلموا بعض الرسائل اللي بيتضمنها برنامج نورة وذوي. برضه في الجزء بتاع الادخار والاقراض وجزء الشمول المالي، وده برضه بنعمل شويه العاب كده بتثقف الناس وبتثقف الاطفال عن ايه المبادرات الماليه وايه هو ادوات الادخار المختلفه بطريقه كده تفاعليه لذيذه. فده جزء تاني. وعاملين بقى برضو مشاركة حتى للأمهات والأباء إن هم برضو يشاركوا في العرض الحي ده، عاملين جزء برضو رسم بورتريه. عظيم جدا. أنتوا مستمرين ل 24 أغسطس زي ما ذكرنا أستاذة مي، صحيح؟ بالظبط. هنتابع معاكم بكل تأكيد خلال الفترة القادمة آخر يعني تطورات المعرض. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. بكل تأكيد الأستاذة مي محمود، مديرة مركز تنمية المهارات للمرأة بالمجلس القومي للمرأة، شكرا جزيلا ليكي.